كوره، انا ابتديت الكوره في حلوان، وبعد كده شافني كابتن زيزو في المقاولين واخدني في نادي المقاولين العرب. كان ساعتها السنه اللي كان فيها منتخب مصر، كان في لعيبه كتير من منتخب مصر كانوا موجودين معانا في الـ في الـ في النادي. بس للاسف الجيل بتاع 82 اتظلم في الدوري في مصر، توقف الدوري بتاعهم بقى، يا اما انت هتلعب فريق اكبر منك او تقعد في البيت. يعني بقى في دوري بسن معين اتلغى، فدي كانت برضو كانت ازمه حصلت لجيل 82 بالذات في الكوره. وبعد كده لعبت مع كابتن يسري في شارع الدخان، كانت فرصه هايله يعني، وكنت بلعب سترايكر المهاجم متاخر شويه، وكنت طويل على سني، فكانوا بيفتكروني مزور مسنن شهاده ميلاد. واتصبت في شارع الدخان الاصابه اللي كانت في رجلي الشمال دي، وما حصلش بقى نصيب في انا اعرف اتعالج كويس وبسرعه، والنادي بيعالج اوريدي اشبال ماضيين عقود هواه. في الفتره كان بتمضي العقد الهواه من 17 ل 21 سنه، انت اسمك هاوي فمالكش اي حاجه في النادي، ولا بتاخد فلوس ولا اي حاجه خالص، ممكن تاخد مكافاه اجاده لو جبت جول ولا حاجه 100 جنيه ولا، بس ما كانش فيه الاوبشن ده اللي انت تعالج ناشئين وشايف الناشئين ده بذره تطلعه وتكسب منه فلوس بعد كده. ما كانش فيه احتراف قوي في زماننا ده، فما كنتش محظوظ يعني. ف ده بالنسبه لي في كوره، وبلعب كوره لحد دلوقتي يعني، اصحابي كلهم بنلعب معاهم كوره وما ببطلتش يعني. كان مباراه في نادي في المرج، كان تصفيات في القاهره، وحارس المرمى انا طلع بالكوره في الكورنر، حارس المرمى الفريق ضدنا يعني طلع يمسك الكوره ونزل برجله واحده على اصابعي، اصابع رجلي الشمال اخر صباع بالعظمه اللي كده، فنزل بكل عزمه بقى نازل. الحارس المرمى دايما في الناشئين بيطلع يقول اسمه خالد ويطلع يمسك الكوره وينزل، كل النيرف ده كله نزل على صباع قد كده، فهارس فكملت الماتش ده بالسبراي البينج. وبعد كده في التمرين احس في مسمار مسمار مسمار، فبقيت اخاف اقول للكابتن انا تعبان، او اقول للجهاز الطبي علشان ممكن ما العبش، عندنا الشغف بقى اللعيب صغير وكده. فالدكتور شافني بحط بينج بعد ما الفرقه خلصت، كان في ماتش بعديها مش فاكر كان ماتش مين، ونشوف المحمد بيحط بنج، شافني يعني في ايه ومش في ايه وفي ايه، فما حصلش نصيب ان انا اكمل بقى، ان انا مصاب وما ينفعش تربط الستارز، لازم الجزمه تربطها على الاخر، فانا لازم افكها اخليها مرخيه شويه عشان اعرف اجري.